هنا الخوض في الأسماء التي تم تكليفها، لأن مسؤولية تقييمهم تعود إلى السيد رئيس الحكومة على أساس أدائهم، وهو اللي يتحمل معناها نجاحهم أو فشلهم في النهاية. لكن السؤال الرئيسي هو يتوجه إلى نداء تونس في الحقيقة، معناها التعيينات الولايات تعكس عمق الأزمة اللي يعيشها نداء تونس، يعني بنفس الطريقة التي تم بها تشكيل قوائمها الانتخابية والتي تمت بها إدارة التفاوض على تشكيل الحكومة، هي نفسها التي تمت بها إدارة التفاوض على التعيينات. صحيح أن النشطاء السياسيين والقيادات السياسية المفروض فيهم التنافس الانتخابي، الآن على المكتب السياسي لحركة نداء تونس أن يتحمل مسؤوليته، لأن المكتب السياسي لحركة نداء تونس اختار مجموعة من الأسماء اللي راهم كفاءات لإدارة هذه المرحلة، لم يقع الاختيار على أي أحد منهم. إذا المكتب السياسي معناه يا إما هو غالط في اختيار الكفاءات، إذا عليه أن يعيد النظر في آليات وطرائق اختيار المرشحين في معايير اختيار مرشحين. دونك المكتب السياسي إنه يراجع أموره، يراجع معايير الاختيار ومعايير الكفاءة، ويعمل بنك معلومات على مناضليه، وإلا أنه فما علاقة غير معناه ما فماش قنوات تواصل سليمة بين الحزب ورئاس الحكومة. أنا شخصيا لاني معاه لاني ضد. في النهاية السيد رئيس الحكومة مارس صلاحياته في اختيار الولايات اللي يرى أنهم الأكثر والأجدر على قياس المرحلة، لكن كحزب على النداء أن يراجع نفسه وأن يعرف أنه السيد رئيس الحكومة ما عندوش في علاقة بالنداء محاور واحد، وهذا الانقسام داخل النداء هو اللي يسمح للآخرين باتخاذ قرارات معناها قد لا يرضى عليها النداء. يعني أنا نحب نقوله لك، المكتب السياسي لحركة نداء تونس اقترح قائمة، رئيس الحكومة مخذية منهم حتى اسم، هذا عنده معناها زوز استتباعات، يا إما أن القائمة غير كفوة وعلى الحزب مراجعة معايير الاختيار، أو أن الحزب في التفاوض مع رئيس الحكومة من أجل تمرير الأسماء اللي اختارها كان منقسما على نفسه، وهو ما جعل هذه القائمة تسقط. السؤال هو هل أن هذا المكتب السياسي حريص على الدفاع على الحزب وعلى أصوات ناخبيه من أجل تحقيق الوعود الانتخابية، أم هو مجرد نادي لإدارة الصراعات الداخلية؟ بد أن يكون هناك أكثر تنسيق بين المكتب بين الحزب ورئيس الحكومة. الحزب يلزم يكون طرف واحد يتكلم باسم نداء تونس. يعني المشكلة مش مشكلة حبيب السيد، المشكلة مشكلة الحزب. حبيب السيد ما عندوش مع شكون يتكلم في الحزب هذا، كل واحد عامل حاجة وحده. معناه التعيينات هي مجرد تفصيل من تفاصيل العمل الحكومي والعمل الحزبي، والإنسان الوطني واليمن بنداء تونس كمشروع ما تهموش التعيينات، يهمه نجاح تونس في تجاوز هذه المرحلة الصعبة، علما وأن مطلب تحييد الإدارة كان مطلبا ديمقراطيا منذ أكثر من 30 سنة معناه، ولكن تحييدها من أجل الكفاءة. ويبدو أن أغلب النخب السياسية والحزبية لم تقطع بعد مع ذهنية هيمنة الأحزاب السياسية على الإدارة والدولة،